قبل أكثر من 100 سنة سبب نهر كولورادو مشاكل كبيرة في أمريكا من فيضانات ودمر العديد من القرى. فقرر الشعب والحكومة الأمريكية في بناء سد سموه سد هوفر في الثلاثينات، وفي وقته كان أكبر سد في العالم. في نفس الوقت استخدمت كمية أسمنت كبيرة جدا، كمية الأسمنت هاي تقدر تبني فيها مسار على خط الاستواء كامل. خلينا نسير نشوف السد. يعتبر الجراند كانيون من أقدم الأماكن في أمريكا. في عدة طبقات في الصخور، فهاي الطبقات تخليها حديقة جميلة للجيولوجيين. الصخور اللي موجودة في الجراند كانيون عمرها أكثر من مليار سنة، فيها عدة طبقات. بتلاحظ هني هاي الطبقات لو تجربنا ألوانها بعد تختلف، واختلاف الألوان هذا بسبب تنوع المعادن واختلافها من طبقة لطبقة والحقبة الزمنية اللي تكونت فيها. أما الجراند كانيون وايد كبير، ومسافته كأنك رايح من دبي إلى مسقط. رحنا مكان فيه رمل وشوية حصى وصبينا ماي فوقهم، شو بيستوي؟ الماي بيبتدي يسوي له مسار، بيكون مثل ووتر ستريم. بيبتدي شو يسوي؟ يحفر ويحرك الرمل ويحرك الحصى في اتجاهه. فهذا اللي سواه نهر كولورادو في تكوين الجراند كانيون في أمريكا من أكبر أخاديد العالم. لين اليوم يحفر نهر كولورادو، ومع ملايين السنين اللي طافت من الحفر هذا طلع لنا طبقات مختلفة من الصخور، وسوت متحف جيولوجي يراوينا تاريخ تكوين الأرض عن طريق هاي الطبقات.